إذا إخواني الكرام، كما تكلمنا خوتي، هذا ريزيستونس، ريزيستونس 200 واط، هذا 200 واط زدناه، هاوليكم هذا لكم تشوفوا فيه، مريكلي على 38 درجة كما راكم تشوفوا، ما شاء الله. هكذا باش الأسماك الماء يصبح دافئ، لأننا في فترة باردة بزاف، نوفمبر وديسمبر خوتي. هذه فيما يخص الحوض الصغير تاعنا اللي راكم تشاهدوا فيه أمامنا. جيبي رويال خوتي، الألبينو ريد، الريد كوا، تيكسادو ريد، ما شاء الله، غير الحبة تشبي، غير قلب الحبة، الله يبارك، باسكو خيرنا، كي عمرنا الحوض تاعنا، عمرناه غير بلي راس تشبين، باش إن شاء الله ننتجو لي راس بحول الله، حاجة شابة وحاجة روعة خوتي. ما راكم تشوفوا معايا ما شاء الله، هذا ما صغار خوتي، الكيبي خوتي عندو المعاملة تاعو سهلة بزاف، إلا وفرت له الشروط الضرورية إخواني الكرام، إلا وفرت له الشروط الضرورية خوتي. إذا وفرتوا له الشروط كاملة راح تنتج إنتاج ما شاء الله، إنتاج رائع بحول الله، بحول الله تعالى. قبل ما نلاخرو نتكلموا شوية على يعني ما شاء الله، فراخ صغيرة ولكن الحجم تاعها الله يبارك، حجم كبير، إنتاج 2021 إن شاء الله راح يكون إنتاج رائع جدا إخواني الأفاضل. اللي تبع معنا خوتي الفيديو الأولاني والفيديو الثاني، وهذا إن شاء الله الفيديو الثالث بحول الله، هذا الفيديو الثالث خوتي إن شاء الله على بركة الله، ما في حتى صعوبة، ما في والو، اللي تبع الخطوات تاعنا راح ينجح بحول الله، راح ينجح إخواني الكرام، راح ينجح يعني بحوض لأسماك الجوبي للعمل، يكون حوض رائع وتخدم به كامل العام إن شاء الله. ما نغيروش الماء هنايا، ما نغيروش الماء، يتبخر وكي يتبخر خوتي راح نزيدو له بعض من الماء. هذه يا اخواني الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، هذه يا خوتي، هذه واسمها ريسكي موس، هذه واسمها ريسكي موس، دير 50,000 بالباطا، 50,000، ولكنها مفقودة شوية، ما كاش منها بزاف، يعني قليل وين تصيبها. على كل حال إن شاء الله بربي راح نتركو رقم الهاتف تاع
تاع حانوت لبيع الطيور والاسماك في مدينه القليعه بحول الله، اللي راح تكون ديسپونيبل عنده. هكذا خوتي اللي يجي القليعه ان شاء الله راح يصيبها ديسپونيبل عند الحانوت هذا بحول الله تعالى. هنا ما ناش دايرين خاوتي فيلتر، ما ناش دايرين كيما نقولو حنايا لا فيلتر بيولوجي لا فيلتر اوتوماتيكي، ما ندايرين والو، رانا مخلينها هكذاك. الى زدنا الفيلتر ان شاء الله راحين نصورو لكم ونوريو لكم وزدنا. هنا رانا نتبعو فيها خطوة بخطوة بحول الله، رانا نتبعو فيها خطوة بخطوة، وخاوتنا معانا خطوة بخطوة ان شاء الله. ما شاء الله شوفوا خوتي فروخة صغار، حجم تاعهم الله يبارك، ما شاء الله حاجة روعة الله يبارك. يا اخواني الكرام، هذا نيو تاع الضو خوتي، نيو تاع الضو هذا تقدر ديرو داخل الماء، تغطسو قاع الداخل. أنا نكروشي هنا، نكروشي هنا داخل الحوض هذايا. وهذا خوتي هذا قلنا ريزيستونس 200 واط، هذا ريزيستونس هاوليكم 200 واط، هاوليكم 200 واط. هذا أيضا رانا حاطينو داخل الماء، تخلي له غير راسو خارج، تخلي له غير راسو خارج. هاي ليكم سيستيم هكذايا، هذه يا خوتي ماهيش حاجة صعيبة، ولا ماهيش حاجة صعيبة إن شاء الله. فيما يخص خوتي الدورة البيولوجية، فيما يخص الدورة البيولوجية تاع الحوض، راهي ما شاء الله خوتي، هاي ما شاء الله. باسكو كي يكون الحوض كبير هكذايا بالخف يحكم روحو يستقر الماء، لان البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره راح تحكم روحها وحدها تريتي روحها. وهذه هي خوتي ماشي حاجه واعره، ما شاء الله خوتي. نشوفوا الفروخه الصغار هذو ما شاء الله، عاملينكم ديجا كبروا، عاملينكم كي يكونوا هكذا خوتي ما يقدروش ياكلوهم طبعا. هما غير يفوتو ديفلوبيو شوية كيما راهم هادو، ما شاء الله خلاص هادو ما اكشو يتخبيو. شوفو كي يتخبيو في الشيش، هاذي يا خوتي. لهذا الريسكياموس هاذي مليحة بزاف خوتي، هاذي تما لي يديرها ميزيدش يحوس، متبقاش تستعمل في حضانة و اتسيتيرا، ما تستعمل لا حضانة لا والو، باسكو هذه هي تخدم خدمة الحضانة يتخبو فيها. بو خوتي الدورة البيولوجية ماش حاجة صعيبة كيما يفهموها لكم وكاع. أول حاجة كي تستعمل الماء، كي تستعمل الماء تاعك، الماء تحجرو، تحجرو لمدة 15-20 يوم، ومن بعد كيت تحطو في الحوض تخليه مدة يعني ما تستعمل والو، تستعمل بعض الأكل للأسماك، بعض الأكل للأسماك، وتوضع فيه سمكة وحدة ولا باش تخدم لك الدورة البيولوجية الصحيحة. وهذيك الأسماك هذيك الأكل اللي حطيته راح يتعفن، يخلق لكم الأمونيا، يعني أمونيا هذه يعني مادة سامة، هذه المادة السامة راح تتحلل بعد الأسبوع الثاني وترجع
نترات نتريت عفوا يعني ترجع بكتيريا اقل ضرر من البكتيريا الاولى اللي انخلقت في المره الاولى. وبعد النيتريت ترجع بعد النيترات ترجع نيتريت يعني ترجع بكتيريا واحده اخرى اقل ضرر تمتص البكتيريا الاولى اللي انخلقت. وهذه دوره حياه خاوتي ماشي انت اللي راح ديرها ولا مانيش عارف شكون. هذه وحدها في الماء تخدم وشنو عليك بالصبر فقط. وهذه هي نترات يعني تقلل الامونيا بزاف. وهذو الامور كيما هذه الريسكيا موس هذه مع يعني الخشب الغاطس المونوغروف هذا يا ايضا بعض يعني الاحجار هذه راح تقلل كل من الامونيا السامه وراح يعني البي اتش راح يحكم روحه الى 7-6 راح يولي بي اتش يعني متلائم مع الماء والحوض والدوره. يعني كل حاجه خاوتي فيها دوره بيولوجيه في الحياه في الاوديه في الانهار يعني في كل حاجه كاينه دوره بيولوجيه اللي يتمشى عليها يعني الحيوان هذا سواء في الغابه ولا في البحر ولا في الواد ولا وين حبيت ماشي حاجه كومبليكي. قلنا تعمر الماء تحطه لمده 15 يوم تضيف للماء بعض الحشيش تضيف للماء بعض الحشيش وتضيف له بعض الاغصان مع الاحجار وشويه اكل سمك شويه اكل سمك وتترك سمكه واحده فقط داخل الحوض حتى تكتمل الدوره البيولوجيه تاعك بكل سهوله اخواني الكرام. ما تغيرش الماء ما تغيرش الماء خطا كبير الناس اللي تبدل الماء بزاف باسكو الماء ما يتبدلش. لازم الماء ما يتبدلش خاصه اذا كنت مستعمل يعني الحشيش ناتيرال لي بلونت ناتيرال ولي مونوغروف وايضا الاحجار وغيرها. انا راكم تشوفوا هنايا هذا ياجور خوتي نستعملو وانا من بكري نستعملو ياجور تاع البناء خوتي. وشني يقدر ما نستعملو يتغسل وينحط في الماء مدة طويلة خوتي 15 يوم ل 20 يوم هو محطوط داخل الماء باش وضعتو داخل هذا الباسين او هذا الحوض. الاخشاب ايضا خوتي تنحط مدة كبيرة وتتغلى في الماء ورانا دايرين دي فيديو خوتي فيما يخص اكل الاسماك خوتي. كاين واحد خونا في القناة قال لي مانيش عارف انا يا محسوب الاسماك تاكل يا خوتي انا درت بزاف لي فيديو ولي ما شافش لي فيديو يعاود يولي لي فيديو تاوعنا. الاسماك قلت بلي اسماك الجيبي في مرحله الانتاج كما راكم تشوفوا تاكل كل ساعه ونص لان الهضم تاعها يكون ساعه ونص يعني ماهوش كيف كيف ماشي كيما حوض تستعمله للتزيين في المنزل. حوض للتزيين في المنزل توكل خطره ولا زوج خطرات في النهار يكون كافي ولكن الحوض لونغريسمو للولاده يعني للحوض للتوليد للتفريخ عفوا لغرض البيع راح تتبدل كاع الطريقه خوتي. ان شاء الله نديرو فيديو كيفاش نوكلو الاسماك اللي في الحوض تاع البيع. هكذا خوتي هذا ماهوش حوض هذا ماهوش حوض تاع التزيين في المنزل هذا راه حوض تاع خدمه خوتي. هذا هو الحوض اللي يتم الانتاج منه بحول الله وعنده طريقة تعامل يعني سبيسيال خوتي عنده طريقة تعامل سبيسيال مش كيما الأحواض الأخرين. هذه يا خوتي ماهوش كيما الأخرين ولي ما يفهمش حاجة ولا يترك لنا سؤال في القناة وراح إن شاء الله نجاوبو على كامل الأسئلة بفيديو بحول الله. ما ننساو حتى واحد ان شاء الله راح نجاوبو على كامل الاسئله ان شاء الله بالك في اقرب وقت ان شاء الله. هذه هي خوتي
خلينا لكم الخير خوتي، والسلام عليكم. ما تنسوش دعم القناة تاعنا خوتي باش لي فيديو هذو ما يروحوا للناس اللي حابة تخدم في اسماك الجيبي او المولي والفلاتي ايضا. احنا هنا رانا مخصصين هذا الحوض سبيسيالمون للجيبي او الجوبي خوتي. الجوبي فيه لي راس بزاف، فيه سلالات بزاف كما راكم تشوفوا، والجيبي مطلوب بزاف، يعني من اجمل واروع الاسماك اللي تحبها الناس، اللي تحب تربيها في الاحواض تاعها، نظرا للخفه تاعو والالوان الزاهيه وقوه التحمل تاعو ما شاء الله، وطريقه الولاده تاعو ما يحطش يعني البيض، يحط ديريكتومون فراخ تتلقح داخل الانثى. وهذه يا خوتي ان شاء الله يكون فيديو شويه نافع بحول الله، ولو كان تدو منه شويه معلومات لاننا خوتي رانا اون ديريكت نديرو واش كاين اخواني الكرام. هذه يا خوتي مال اليوم ان شاء الله زدنا ريزيستونس وزدنا نيو تافو هكذايا باش الماء يكون دافي شويه. هذه يا خوتي والاسماك تعيش اليز، ورانا في فتره البرد خوتي نوفمبر ديسمبر، يعني هما شهور الباردين كاع، هما جونفي ايضا فيفري يبدا يسخن الحال، رايحين نحيو كلش، نحيو الريزيستونس ونحيو الامور الاخرين ان شاء الله، ولكن الفتره هذه لازم لنا نستعملوا الامور هذوما اخواني الكرام. فيما يخص خوتي ريسكيا موس، هذه هو اسمها ريسكيا موس،